في عيادة خاصة بجنب رويبة أنه دعم له فاكسان نتاع 7 من الأولاد، 2 توفوا، 5 ما صار لهم والو، 2 توفوا، توفوا بعد نصف ساعة من بعد ما خذوا لو فاكسان. لما علمت بهذه المعلومة واش قلت لهم؟ قلت لهم توت سويت وفات ان كومونيكي، اون ريان كاشي، ما كان له نديروا لا بوليميك لبعضنا. قال له لو هذا داخل في لو فاكسان الجديد اللي جا باش نعملوه، ما كان له نهول الدنيا، كاين اجل ولكن لابد من اجراء عمليه نتاع عمليه تاع اون انسبكسيون تحقيق فيه حنا، فيه لابوليس، فيه عندنا لي لابوراتوار نتاعنا، نشوفوا هذا اللولو هذا واش كاين فيه، هل اللولو هذا جا من الانستيتيو نتاعنا باستور ولا لا، هل لا شين دو فروا يعني راهي محترمه ولا لا، هل العياده هذه عندها الحق بانها تعمل لي فاكسان هذوم ولا لا، كل هذه الاشياء وفي الوقت المناسب يعني نعطي النتائج للراي العام. لو فاكسان اي بري كاليفيي بار لو ام اس، حنا ما جبناش بها هكذا حنا، تقدر تكون اون مور سيبيت، يقدر يكون ان شوك، يقدر يكون اون مالادي سا ديبون، لكن خليو الجماعه راهم جابوهم لوبيتال مصطفى بور حتى يديروا عمليه تاع التشريح نتاعهم ويشوفوا واش كاين، وانا يعني سون بوليميك راح نعطيكم كلش، لكن ناكد بانه لو فاكسان اللي بري كاليفي بار لو ام اس فيه لا غارونتي، فيه لا سيكوريتي، وفيه ليفيكاسيتي، لا كاليتي، هذو اكل متوفرين من دون كذا، مضمونه.